طيب محمد، يعني عايزاك برضو تعيشنا في القصة بتفاصيلها أكتر. يعني في يمكن زي ما عم عبد الله قال، الحب كسر كل القواعد او الفروقات اللي موجوده ما بين اي اتنين. يمكن عم عبد الله احنا شايفين من خلال صوره ان هو راجل بسيط جدا، مراكبي، وهي كانت بتشتغل في متحف في هولندا، صح؟ ده حقيقي، هي اشتغلت في متحف في هولندا، وهي حتى قبل ما تطلع المعاش كانت مديره في المتحف، لكن هي حتى قررت في لحظه ما انها تسيب كل ده وتيجي تعيش في النوبه وتكمل حياتها هنا. يعني طيب ايه من خلال كلامك معاهم، ايه اللي شد كل طرف للتاني؟ حبوا بعض ازاي؟ انجذبوا لبعض ازاي؟ لغه التواصل او الكلام كانوا بيتكلموا مع بعض ازاي؟ انت عارفه طبعا انه في النوبه اهالينا هناك من كتر التعامل مع الاجانب بيبقى عندهم لغه جيده، يعني بالعفويه كده من كتر التعامل معاهم. فعم عبد الله زي ما حكى لي قال لي ان هو عنده اكتر من لغه، بيتكلم انجليزي وفرنساوي والماني اعتقد. فهو كان سهل التواصل معاها. هي بتقول انه لما شافته حست ان هو راجل صعب ان هي تتقابل شخص زيه، وهو كان بيقول انها حاسه انها انسانه مخلصه، يعني ما بتبصش على الفرق من اي نوع، مش بتبص على شكل طبقي او حاجه، هي بتشوف الانسان اللي قدامها وبتحبه، فهو حاسس انه من هنا بيحصل التوافق يعني. وهما فضلوا على تواصل مع بعض عن طريق الاتصال الهاتفي، وطبعا ده كانت هي بتحكي ان هو كان بيمشي لمده نص ساعه لأقرب بلد جنبه فيها تليفون عشان يقدروا يتواصلوا مرتين في الأسبوع. وبعد كده بتحكي إن هم تحولوا إن هم بيتواصلوا عن طريق الكاسيت يعني. فقد إيه ده كان بالنسبة لها ملهم إن هو بيضطر كل فترة يمشي المسافة طويلة جدا عشان يقدر يتواصل معاها. الحاجة التانية إنه كان في شبه صداقة ما بينهم طول 4 سنين لحد ما هو تعب شوية 95 وراح القصر العيني، فهي سابت كل حاجة وسابت شغلها ونزلت هنا القصر العيني وكانت قاعده جنبه لغايه لما خف. ومن هنا بقى جت لحظه ان هو طلب منها الجواز، ومن هنا جت لحظه كمان ان هي تعلن اسلامها وتقرر ان هي تتجوزه وتعيش معاه هنا.